الفيديو ده هنشرح عظمة. العظمة دي هي أول عظمة من عظم اللور ليمب. العظمة دي اسمها هيب بون، والهيب بون أول حاجة نعرفها مكانها فين، هي موجودة في الوول أوف ذا بيلفيك كافيتي اللي هو الحوض، منطقة الحوض. فهي موجودة في الأنتيرو وول وفي اللاترال وول وجزء من البوستيرو وول. ليه؟ لأن الهيب بون، العظمتين الهيب بون بيجي يركبوا مع بعض كده، زي دي هيب بون أهي وإيدي دي الهيب بون التانية، يقابلوا بعض من قدام لكن في حاجة بينهم من ورا. يقابلوا بعض من قدام في مفصل اسمه سيمفسز بيوبس اللي هو في المكان ده، لكن في حاجه بينهم من ورا، عظمه اخر العمود الفقري اللي هو ايه؟ السيكرام. يبقى الهيب بون يقابلوا بعض من قدام لكن مفصولين من بعض من ورا بالسيكرام. وبكده يبقى الهيب بون موجود في الانتيرو وول اوف بيلف كافيتي وفي اللاترال وول وجزء من البوستيرو وول يكتمل بالسيكرام. بعد كده بعد ما قلنا مكانها نقول حاجة تانية عنها، ان هي بيقولوا عليها بون اوف بيلفيك جيردل. البونز اوف شولدر جيردل كانوا مين؟ كانوا كلافيكل والسكابيلا من فوق، وهما اللي كانوا بيوصلوا الاكزيال سكيلتون اوف ابر لمب او سكيلتون اوف ذا ابر لمب الاكزيال سكيلتون بتاع جسمي. هما الكونكشن ما بين سكيلتون اوف ذا ابر لمب مع الاكزيال سكيلتون بتاع جسمي اسمهم شولدر جيردل. وجم على نفس الوزن قالوا العظمه المقابله للعظمتين دول عظمه مقابله للعظمتين اللي فوق اللي هي الهيب بون، هنسميها بون اوف بيلفيك جيردل. ليه؟ لان بيركب فيها هنا هون الهيومرس وهي ماسكه في السكرم اللي هو اخر العمود الفقري. السكرم ده اكزيال سكيلتون، يبقى الهيب بون هي اللي بتوصل سكيلتون اوف ذا لور لمب بالاكزيال ايه سكيلتون. بعد كده بعد ما عرفنا مكانها نبتدي نتكلم على العظمه نفسها، ايه الفيتشرز اللي فيها. يقول لي على اللاترال سايد اوف ذا هيب بون في هنا هون حفره، الحفره دي بيركب فيها عظمه اسمها الفيمر كده، عشان يعملوا مع بعض مفصل اسمه الهيب جوينت، ويسموا الحفره دي ايه؟ اسيتابيلم. والاسيتابيلم كان فيها قبل سن البلوغ كان في كارتليج زي حرف الواي، عامل حرف واي. الكارتليج ده هاي لاين كارتليج بيفصل الهيب بون لثلاث اجزاء، فالهيب بون كانت ثلاث اجزاء وبعد كده بيبقوا فيوزد مع بعض في الادلت وتبقى عظمه واحده. اول جزء بنيجي هنا اهو، ده فاصل ما بين الجزء ده والجزء ده، هنعرف اساميهم، ويدخل جوه الاسيتابلم كده. تاني جزء من هنا برضو بين الجزء ده، يعني الجزء اللي فوق اللي انفصل دلوقتي ده اسمه إليام أو إلياك بارت. أوكي، تحت الإليام أو الإلياك بارت في عظمتين كمان هنشوفهم دلوقتي. نيجي هنا هنلاقي في خط تاني عامل كده من جوه، وبعدين نيجي بين الخطين دول اللي جوه دول مكان الكارتلج، في النص بينهم كده ننزل لتحت بواحد تاني. يبقى احنا دلوقتي رسمنا شكل ايه جوه؟ حرف واي. يقول لي الاسيتابيلم الابر تو فيفس منها تبع العظمه اللي فوق اللي اسمها الاليام او الالياك بارت، لور اند بوستيرور تو فيفس، يعني هنا التو فيفس دول تبع عظمه اسمها اسكيام، وهنا هيبقى ايه؟ بيوبيك اللور وان فيفس. يبقى بنقسم الكوره دي الى 50 و50 و5، 50 اللي فوق الياك بارت، 50 اللي تحت ورا هيبقى اسكيال بارت، والجزء ده هيبقى اللور فرونت او اللور انتيرير 1 5 يعني 5 1، ده تبع عظمه اسمها بيوبيك بارت. ننزل بالخط ده ونكمل كده في الهواء لغايه ما نيجي هنا، ونقدر نقول دلوقتي ان انا فصلت الثلاث عظمات عن بعض. مين هم الثلاث عظمات اللي بيعملوا الهيب بون بقى؟ وفين المكان اللي اتقابلوا فيه مع بعض؟ اتقابلوا مع بعض جوه هنا، جوه الاستابلم بحرف واي، هاي لاين كارتليج. الجزء الفوقاني تبع العظمه اللي فوق اسمه ايلياك بارت، وهنا ده خمسين الاستابلم، والجزء ده تبع العظمه دي اللي هي الاسكال بارت، ودي خمسين تانيين، لكن الجزء الاصغر هو اللي تبع العظمه اللي اسمها ايه؟ اسمها بيوبيك بارت. تعالوا نشوف الجزء الفوقاني اللي هو ايلياك بارت بيتكون من ايه؟ علشان نقول كل جزء في فيديو عشان ما يبقاش الفيديو طويل قوي. اول جزء اللي هو اكبر جزء اللي هو الالياك بارت، اكبر اند ابر، لارجست اند ابر موست، اسمه الالياك بارت وساعات بنسميه اليام، هتقروه كده او تقروه كده والاثنين صح. طيب لما نيجي نوصف الالياك بارت هنقول ان ليه انتيرو بوردر اللي هو ده. هتقول لي عرفت ازاي ان ده انتير؟ هنعرف دلوقتي. ده الانتيرو بوردر اوف ذا الالياك بارت، في تو بروزز، تو بروسيسز، شايفين البروس ده والبروسيس ده، ده اسمه
anterior superior iliac spine، وده اسمه anterior inferior iliac spine. iliac لان ده ilium، ده iliac bone، يبقى iliac spines الاثنين anterior، في الانتيرو border يبقى واحد فوق واحد تحت. anterior superior iliac spine anterior inferior iliac spine. وننزل كده، هل الانتيرو border بتاع الiliac part خلص هنا؟ تقول لي لا، ده لازم اوصل للخط ده. فانزل بعد كده لغايه لما اجي هنا في حته عاليه اللي احنا رسمنا عليها الخط ده، الحته العاليه دي ما بين الiliac والبيوبك، فيسموها ايه؟ ايليو بيوبك امينينس، يسموها ايليو بيوبك امينينس. يبقى انا دلوقتي عندي 3 اليفيشن في الانتيرو بوردر بتاع الالياك بارت، انتيرو سوبيريو اليكس باين، انتيرو انفيريو اليكس باين، والالياك والاليو بيوبك امينينس. وما دام في انتيرو بوردر يبقى في بوستيرو بوردر، والبوستيرو بوردر الناحيه الثانيه هلاقي فيه برضه تو سباينز لكنهم اقل وضوحا من الانتيريور، والمسافه بينهم اقل من الانتيريور. يعني هنا دول الاثنين انتير مسافه بينهم كبيره وواضحين، لكن هنا لا، مسافه اصغر ومش واضحين. نسمي ده ايه؟ الاثنين اسمهم بوستيريور ايليك سباينز، بس ده بوستيريور سوبيريور ايليك سباين، وده هيبقى اسمه بوستيريور انفيريور ايليك سباين. يبقى انا عندي كام ايليك سباين؟ اربعه، اثنين في الانتيرو بوردر اللي هم دول انتيرور سوبيريور وانتيرور انفيريور، واثنين من ورا بوستيريور سوبيريور وبوستيريور انفيريور. ينزل بعد كده البوستيرو بوردر اهو، يمشي كل ده تبعي، كل ده تبعي لغايه ما اجي هنا. ده اسمه جريتر سياتيك نوتش، ليه ابر بوردر ولور بوردر. في نص اللور بوردر انتهت الالياك بارت وابتدى الاسكيم، لكن من قدام هنا في الامينينس ده انتهى الالياك بارت وابتدى البيوبيك. يبقى هنا هو الجريتر سياتيك نوتش، الابر مارجن والابر هاف من اللور مارجن بتاعه تبع الالياك بارت. اللور بقيه اللور مارجن اوف جريتر سياتيك نوتش بالشوكه دي هنعرف اسمها، بالنوتش الصغير ده كله تبع الاسكيم. انا دلوقتي شغال في الالياك بارت اللي كان ليه انتيرو بوردر وبوستيرو بوردر. وات اباوت ابر؟ ابر بوردر ده اسمه الياك كريست، والالياك كريست زي ما انتم شايفين الانتيرو تو ثيرد بتوعه شكل والبوستيرو ثيرد شكل. الانتيرو تو ثيرد از كونفكس اوتر او لاترالي، عرفت ازاي ان كده لاترالي؟ الاسيتابيلم از دايركتد لاترالي، فالاوتر او الانتيرو تو ثيرد اوف ذا ايليك كريست از كونفكس لاترالي، وكمان في نفس الوقت ليه تخانه، ليه سيكنس، وده بيسموه انر ليب، شفه داخليه، وده يسموه اوتر ليب. والاوتر ليب ده اللي احنا حاطين عليه التيوبركل اوف ذا ايليك كريست اللي نزلنا منه الاليوتيبيال تراكت، وهو بيبعد 5 سم من الانتيريور سوبيريور ايليك سباين. يبقى التيوبركل موجود على الاوتر ليب اوف ذا ايليك كريست ورا الانتيريور سوبيريور ايليك سباين ب 5 سم. لو جينا بقى في البوستيريور ثيرد هنلاقي برضو ان هو كونفكس ولكن انورد بجهه عكسيه، فالكونفكستي از ميديال او انورد، الكونفكستي الاماميه كانت اوتورد عكس. اوكي، طيب الحاجه الثانيه ان هنا الايليك كريست عريض وليه انر ليب وليه اوتر ليب. هنا اهو هيبتدي يحصل حاجه ان الميدل بارت هيعلى والبريفري او الاوتر والانر ليب ينزلوا لتحت، فيعملوا سلوب. سلوب يعني زي منحدر، يعني زي زحليقه كده، انر واوتر سلوب. ده بالنسبه للايليك كريست بالتلتين والتلت اللي هو مختلف. مختلف في ايه عن الانتيرو تو ثيرد؟ الانتيرو تو ثيرد كونفكس اوتورد، البوستيرو ثيرد كونفكس انورد. الانتيرو تو ثيرد ليه سيكنس وليه انر ليب وليه اوتر ليب وليه انترميديت اريا، لكن هنا الانترميديت اريا عليت واللور والانر والاوتر بوردر نزلوا لتحت، فبقى في منحدر على الجنبين، انر سلوب واوتر سلوب. الثلاثه بوردرز دول بيحيطوا باثنين سيرفيسز. الاثنين سيرفيسز دول مين؟ يقول لي اوتر وانر. لما امسك الهيبون كده هيبقى كده، ده كده اوتر عشان الاستابلم از اوتر، والعكس بتاعي يبقى كده انر. تعالوا نشوف كل واحد نعرف عنه ايه. الاوتر سيرفيس ده اسمه جلوتيال عشان بيمسك فيه ثلاث عضلات اسمهم جلوتيال ماسلز، هنعرفهم بعدين، لكن دلوقتي انا عايزكم تعرفوا لي ايه اللي بيفصل الثلاث عضلات عن بعض. فاحنا عندنا في خط هنا ده اسمه بوستيريور جلوتيال لاين، ولغايه دلوقتي لسه ما اتاكدناش قوي فين انتيرو من بوستيريور غير بعلامه واحده وهقول لكم غيرها. العلامه الواحده دي ان قدام في تو سباينز المسافه بينهم اكبر من التو سباينز اللي ورا، ودول واضحين اكتر من هنا، لكن في حاجه اوضح بتبين انتيرو من بوستيريور. بوستيريور جلوتيال لاين يبقى ده اسمه ايه؟ انتيرور جلوتيال لاين.
posterior وanterior. في لاين تالت هنا. اللاين التالت هنا هو يا جماعه اسمه inferior. شايفينه؟ لان رسمته دلوقتي inferior gluteal line. ليه سموا ده inferior؟ لانه اوطى من الاثنين دول. الاثنين دول على نفس الليفل بس واحد ورا وواحد قدام. ده posterior gluteal line وده anterior gluteal line، يبقى ده اللي اوطى فيهم اسمه inferior gluteal line. السيرفيس ده فيه ثلاثة lines وجروف. الجروف موجود هنا above acetabulum، والجروف ده علشان ايه؟ عشان الاورجن بتاع عضله. العضله دي بتطلع من هنا، هنعرف اسمها بعدين، بس اعرفوا ان في جروف فوق الاستابيلم على السيرفيس ده تحت الانفيريور جلوتيال لاين. الناحيه الثانيه هنقسم الانر سيرفيس الى جزئين. الجزء الاكبر اللي هو ده، ده بيبقى انتيرير. يبقى هنا اكيد يا دكتور هو دي العلامه فعلا. الجزء الاكبر تلتين الانر سيرفيس الامامي سموث اند كونكيف فصه، بيسموها ايلياك فصه. يبقى كده قدام، لان البوستيرور ثيرد معظمه رف والريجولر، رف سيرفيس والريجولر، ده بيسموه سيكرو بيلفيك. سيكرو بيلفيك بارت اوف ذا انر سيرفيس. والسيكرو بيلفيك ده في الجزء ده تبع السكرم، بيركب مع السكرم. هنا الحته دي بيسموها اوريكولار سيرفيس، اللي هي عامله زي حرف ال دي، اوريكولار سيرفيس. وهنا ايلياك تيوبروستي، حته الرف قوي دي والريجولر ايلياك تيوبروستي. شوفوا الفرق بين هنا وهنا عشان تعرفوا ازاي اقدر اميز قدام من ورا. فيقول لي امسك الهيب بون بحيث ده يبقى انتيريور وده يبقى بوستيريور، وفي نفس الوقت الاسيتابيلم بيبقى لاترال، والفورة من ده تحت والإليك كريست فوق. كده قدرت اوصل لنقطه هقولها في اخر فيديو عن الهيب بون، ازاي اعرف الرايت من الليفت، رايت من الليفت. فلما اجي ابص من هنا هو سهل قوي ان انا اعرف ان كده انتيريور وكده بوستيريور. anteriorly two thirds دول iliac fossa smooth concave، ده شكل غير ده. sacro pelvic لان احنا اخر الiliac بارت هنا، sacro pelvic. طب السكرال بارت ده هيبقى ايه؟ iliac tuberosity واوريكولار سيرفيس، ودول الاثنين ليهم علاقه بالسكرم، بيركبوا مع السكرم. وهنا pelvic بارت كل اللي اقدر اقول عليه ان هو smooth، وان هو في الفيميل اللي هي خلفت بيبقى هنا في سالكس تحت الاوريكولار سيرفيس، بيسموه ايه؟ بري اوريكولار سالكس. السالكس ده في الرجاله مش موجود، في البنات لو كانت خلفت يعني اتجوزت وخلفت هنلاقي الهيب بون بتاعها طبعا بعد ما تموت هنلاقي في جروف هنا، اسمه ايه الجروف دون؟ بري اوريكولار سالكس. دكاتره الشرعي لما يلاقوا هيب بون ويلاقوا السالكس ده موجود يقولوا دي كانت فيميل وخلفت، لان الفيميل قبل ما تخلف بتبقى زي الميل، السالكس ده بيبقى ماسك فيه ليجمنت، الليجمنت دي بتشد عليها جامد وقت الولاده فتعمل السالكس. بين البلفيك بارت وبين الالياك فصه في هنا لاين اسمه اركويت لاين. اللاين ده اسمه ايه؟ اركويت لاين اللي هو ده. وده بيحد او بيقول لك ان انت داخل على حاجه اسمها ترو بيلفيك كافيتي. دي مش هناخدها دلوقتي، دي موجوده بعدين. ترو بيلفيك ايه كافيتي. يبقى احنا كده خلصنا الالياك بارت بتاع الهيب بون، والفيديو اللي جاي نقول الاسكال بارت ان شاء الله.